أصداء التضامن هو معرض عم نشتغل عليه من 2017. كان في مجموعة من الفعاليات اللي عملناها المؤسسة، منها قلنديا الدولي تحت نفس العنوان التضامن. اهتمينا بالموضوع بهذيك الفترة لكون كل مفهوم التضامن تغير عبر الزمن لوصولنا لهذه الفترة، فصرنا نشوف ناس على وسائل الاتصال الاجتماعي عم بتضامنوا معنا من الخارج بكلمتين احنا متضامنين مع الشعب الفلسطيني، وكنا نتساءل طب هدول الكلمتين شو بيعني؟ تاني يوم الصبح لما احنا لسه الأزمة عملها بتكمل معنا والاحتلال الصهيوني عماله بمارس القمع باتجاهنا. فكان السؤال انه لازم في الاخر نفهم شو التضامن اللي احنا بدنا اياه، فرجعنا ل تاريخ التضامن مع الشعب الفلسطيني من بداية من دول عدم الانحياز، لما كان منظمة التحرير جزء من الحركات التحرر ضد الإمبريالية وضد الاستعمار البريطاني والفرنسي والاستعمار الأوروبي في أفريقيا، فكان كل الحركات التحررية هاي تحكي بنفس، وكان في تضامن بنفس اللغة التحررية ضد انها تكون عندها ثقافة محلية شبيهة بالثقافة الغربية، فكان كل بده يتحرر يصير عنده دولة، هذه الدولة تكون عندها خصوصية وهوية محلية مهمة. وهون اكتشفنا انه فلسطين ومنظمة التحرير كان جزء من هذا الحراك العالمي في امريكا اللاتينية، في افريقيا، في اسيا، جنوب اسيا. واكتشفنا انه بدون هذه الحاضنه لكان دور منظمه التحرير كتير قليل يعني. فبالتالي فهمنا كيف كان التضامن العالمي، القضيه الفلسطينيه او السؤال الفلسطيني هو كان سؤال عالمي، سؤال تحرر شعوب الجنوب اللي تحت الاضطهاد والمستعمرات الغربيه فيها. فمشينا مع الوقت ورحنا كمان على منطقة الربيع العربي أو الثورات العربية، وعدنا نسأل طب شو التضامن بهذه الفترة؟ ما كان في تضامن زي زمان، هي تضامن خلينا نحكي إنه من المؤسسات السياسية أو من الدولة كدولة تتضامن مع دول أخرى كيف التضامن مع الدول عدم الانحياز. هون كان في تضامن شعوب مع بعض، وبالتالي صارت المجتمعات تشكل نظم مش مربوطة بالمؤسسة، نظم زي مجموعات شبابية، حركات صغيرة برا المؤسسة، وهذه الحركات كانت متصلة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي مع بعض على كل مستوى الوطن العربي، وبالتالي الحراك كان فيه له حاضنة تانية غير المشروع السياسي بهذه الفترة من الفترات. فهلأ بنسأل حالنا شو هون هلأ بهذه المرحلة، خاصة في اللي عماله بيصير خارجيا بالحرب على المشروع الثقافي الفلسطيني زي ما بنعرف بأوروبا، منع البي دي اس من دول مختلفة أوروبية اللاسامية، وكيف عملها بتوقف أي مشروع بيحكي عن القضية الفلسطينية كقضية كمستعمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ففي نوع من أنواع الطمس للقضية الفلسطينية ومحوها تاريخيا، وضع إسرائيل في محل كأنها دولة مستقلة وما عندها تاريخ استعماري نهائي. فمن هون بيجي قضية التضامن إنه قضية كتير محورية، الواحد يرجع القضية الفلسطينية أول إشي لقضية دولية عشان نمنع محوها عالميا ونعزز كمان الصمود الفلسطيني داخل فلسطين. الحقيقة إحنا من جديد عم نشتغل في المؤسسة نحاول نمزج حقول معرفية مختلفة، ممارسات معرفية مختلفة مع بعض. فإحنا بنشتغل مع مؤسسات بحثية كمؤسسات الدراسات وغيرها من المؤسسات، بنشتغل مع أكاديميين وجامعات نحاول إنه نشغل الطلاب والأساتذة في المواضيع اللي إحنا بنسويها من خلال شراكات معنا على مر المشاريع المختلفة. المرات تقعد سنة أو سنتين بمشروع بحثي بيكون، وبنحاول كمان إنه نشرك مؤسسات ثقافية أخرى تكون شريكة معنا بهذه المشاريع، وبالتالي الفنانين اللي جايين من قطاعات فنية مختلفة سواء كان فنون أدائية مع الموسيقى طبعا بنحكي، فنون بصرية، أدب، شعر، فكله بنحاول نمزجه مع بعض. فبهذا المشروع في مجموعة من الفنانين هم راح يقوموا مختلفة، يعني في موسيقيين راح يشتغلوا على الأرشيف اللي جمعناه حول التضامن ويحولوه لمقطوعات جديدة، وهذه المقطوعات راح
نقوم بعرضها بزي كونسرت أو زي حفل موسيقي في نهاية العام. فهي بتربط كمان كل قيم التضامن وتغيراتها باليوم، فالفنان رح يتساءل عن العلاقة ما بين الماضي واليوم وتخيل المستقبل في هذه الحالة. الشكل الثاني المعرض. المعرض هو معرض فنون بصرية، بس بهذا المعرض قمنا كمان ب الابتعاد عن الشكل الفنون البصرية المألوف، يعني من لوحات أو أعمال تركيبية، وقررنا إنه نشتغل مع فنانين بيتعاملوا مع الكوميك أو ال زي ناجي، يعني كيف ناجي العلي كان يرسم إلى آخره. ففي مجموعة رح تعمل زي مسح لا تضامن العمل اللي بيصير في الفيلم، فإحنا مهتمين في هذا الفنانين إنه يقدر نشوف من عينيهم من العدسات تبعتهم شو بيعني عدم تضامن بالمؤسسة الثقافية الفلسطينية، إيش اللي عماله بيصير بطريقة رسمية وغير رسمية، وشو اللي عماله بتم تناقله، بالتالي اللي بيخلق حزازيات وظروف تمنع تضامن في العالم الفني الموجود هون، اللي هو هلأ كمان ضروري كتير بشح التمويل وبالضغوط اللي عم تيجي على المشروع الثقافي وبالمحو الثقافي اللي عماله بيصير يوم بعد يوم للمشروع الثقافي. فهذا هو الأشكال من الأشكال، بالإضافة إلى منصة رح تكون جامعة لكل المواد الأرشيفية والمناقشات والنقاش اللي عملنا رح نسويه حول هذا الموضوع. هذا من جهة، والتعميق تبع الفن هو بجذب كمان مجموعات اجتماعية مختلفة من خلال برنامج التواصل المجتمعي رح نسويه، أو برنامج المجتمعي رح نسويه داخل المعرض، اللي رح يجيب فئات مختلفة من المجتمع بورشات، بحواريات رح تكون، أو نشاطات أخرى مع الأطفال واليافعين وطلاب الجامعة، اللي بتحاول إنها تفكك هذه المواضيع وتعطيهم إياها بلغتهم الخاصة، وبالتالي صفي جزء من الفكر المجتمعي اللي إحنا نسويه كمؤسسة.